السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم مش عادي، قلت اخدكم معايا الفرح. فرح مين يا نور؟ فرح بنت عم جوزي وابن عمتي في نفس الوقت بنته، فيلا بينا شاركوا معايا الفرح والزفة كمان في اخر. زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى المرء المسمى بيننا عائلي وأجلي، وتعاملها معاملة إسلامية حسنة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Thank you.